السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أستاذ إبراهيم، غادي نمشيو للجامعة باش نجيبو لهم الأيتام، أربعة ديال الأيتام اللي توفى الأم والأب والأخ ديالهم في الزلزال، باش غادي نشريو لهم الدار. اللي شرينا لهم الدار بشحال إبراهيم؟ 12 مليون. شرينا لهم 12 مليون، حنا جمعنا لهم 18 و600 وشي حاجة، 18 مليون و6000 درهم. الشيء الآخر غادي يمشي للإصلاح إن شاء الله، غادي نعطي الأمانة لإبراهيم عاود يتكلف لهم بواحد الآخر ديال الإصلاح. ونبقى مكارسيرو اللي خصها تبقى مكارسيرو حتى تكمل الدار ان شاء الله. غادي نحطو لكم الوثائق وكل شيء، اي حاجه الفاتوره ديالها. والله يتقبل من جميع المحسنين. السي خالد ياك؟ السي عمر. شكون؟ حسين. وشكون باقي لنا؟ حسن. الله يتقبل من جميع المحسنين الاخوان. امين. و دعوا مع الناس المحسنين. الله يرحم لكم الوالدين. كنخصكم الدار، كنخصكم الدار، اه كتوفر لكم الدار، اه ان شاء الله الناس اللي يعاونوك. الله يرحم لكم. دايما السي خالد. الله يرحم لكم الوالد، الله يتقبل من جميع المحسنين. شحال بكم؟ ها؟ شحال بكم؟ أربعة. الوالدات توفات؟ اه والأخ. شكون؟ الأخ. شحال عندو اللي توفى؟ شي 10 سنين. 10 سنين؟ اه. هذا هو دابا الصغير فيكم. اه. السي حسين، بارك الله في حسين. ياك؟ هنا صافي. الله يسخر. الله يسخر. الله يخلف عليهم، دعوا لي جنات باش يخلف ربي. مع الناس المحسنين. ردي الفيديو صور كنديرو كنديرو كنكاشيو. معليش. مرحبا. هذه احسن صدقه كاع. واه هي احسن صدقه، الله يخلص الجميع. كانت بقات لنا فلوس كنا غنيناه. الله يخلصكم ولا يخلص الجميع. سي عمر دايما الناس. حسن ولا عمر؟ شوف شوف. حسن. شوف الله اكبر الاذان. شوف. سبحان الله. مع الاذان. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. الله يجزيهم بخير. امين يا رب. امين اخويا. ان شاء الله غادي يزيدوا يتعاونوا. حيت كيقراوا قران هاد الناس هادو. ربي كيسهل لهم. ايوا الله يسخر لهم ان شاء الله. قال اصلاح ان شاء الله. ابراهيم غادي نسلم لك 3 مليون ديال الاصلاح. 3 مليون هاي. شوف غادي باش تشري الزليج وتشري قلتي لي الرمله والكياس واللي بقى غادي هي دابا وصلهم 15 مليون 12 ديال الدار و3 ديال الاصلاح وباقي عندي. واه 3 مليون 15 غادي تبقى لهم 3600 احنا تما كيتسالي هذاك الشيء الاخر. الله يتقبل من جميع المحسنين. الله يعاونكم.